تحت الضغط. محمد هشام وحسن عروس، حسن عروس ومحمد هشام. حسن عروس هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. محمد هشام تفضل مكاني. مستعد؟ إن شاء الله. تمام. ماتشات الصعبة تبقى صعبة بجد. آه والله. حسن عروس تمام؟ تمام. تحت ضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة قبرص؟ القصر. صح. ما هو لون النجوم على علم دولة بابو غينيا الجديدة؟ أبيض. صح. مصر من تاني وكتاب لأديب ساخر راحل، فمن هو؟ أحمد رجب. غلط. ما هو الرمز الكيميائي للعنصر السيزيوم؟ سي اس. صح. من هو ملحن أغنية خلي السلاح صاحي؟ علي إسماعيل. غلط. في أي من دول أمريكا الشمالية يقع نهر ماكنزي؟ كندا. صح. في عهد أي خليفة عباسي تأسست دولة الأغالبة ببداية القرن التاسع الميلادي؟ ما هو حاصل قسمة 882 على 2؟ 441. صح. فنان قام بدور عادل في فيلم وقفة رجالة، فمن هو؟ عادل إمام. غلط. ما هي الرياضة التي كويس تفضل 5 من 9؟ مش وحش طبعا، مش وحش، ولكن كان في سؤال انت قلت عليه باس، هرجع لك فيه بعدين. اسألك قلت باس ليه؟ سليم، عايزين حسن ينضم لينا، هنشوف حسن هيعمل ايه. حسن عايز تعرف؟ لا مش عايز تعرف. هقول لك معلومة واحدة بس، قلت 9 أسئلة من 10. تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة قبرص؟ نيكوسيا. صح. هو لون النجوم على علم دولة بابو غينيا الجديدة؟ أبيض. صح. مصر من تاني وكتاب لأديب ساخر راحل؟ مستعدني. صح. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر السيزيوم؟ سي اس. صح. من هو ملحن أغنية خلي السلاح صاحي؟ محمد الموجي. غلط. في أي من دول أمريكا الشمالية يقع نهر ماكنزي؟ كندا. صح. في عهد أي خليفة عباسي تأسست دولة الأغالبة؟ هارون رشيد. صح. ما هو حاصل قسمة 882 على 2؟ 441. صح. فنان قام بدور عادل في فيلم وقفة رجالة، فمن هو؟ مجد الكدواني. غلط. ما هي الرياضة التي كانت تحترفها اللاعب الأسترالي؟ ما هي الرياضة التي كانت تحترفها اللاعبة الأسترالية مارغريت كورت؟ تنس. تنس. حسن 7 إجابات صح، محمد هشام 5 إجابات صح. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هو ملحن أغنية خلي السلاح صاحي؟ كمال الطويل. بالظبط كده، كمال الطويل. والسؤال التاسع، اللي عمل دور عادل في فيلم وقفة رجالة؟ سيد رجب مش ماجد الكدواني. السؤال العاشر، طبعا الإجابة تنس، مارغريت كورت بتلعب تنس. كلنا نحيي محمد هشام وحسن عروس، حسن عروس ومحمد هشام. النتيجة اتغيرت والفرق بقى 5 نقاط. محمد هشام كنتوا كام؟ 70. 70 و5 إجابات صح. 95. حسن عروس كنتوا كام؟ 45. 45 و7 إجابات صح. 35. و10 نقط دية 45 من 90 بقيتوا 90. ودلوقتي